أنا عم بحلم ليل نهار بوقت المنار زرار. أنا عم بحلم عسلامة، شو نحوالكم تلمان؟ فينا نرجع لكم in Arabic. اي نعم، عملت question story الجمعة اللي فاتت، قلت لكم what language انتم تحبوني نحكي، وباشا قالوا لي اللي انتم تحبوني نحكي بالعربي actually 70%. That's why انا مش نحكي بالتونسي وبالحمامي زادة اللي تحبوا انتم اليوم. في الفيديو مش نحكي just about كيفاش things change in life and what I've been up to and kind of life update مع you know كيفاش برشا حاجات unfold وحصلوا، جست باش نحكي هكاك برا وانتم زيدا احكيوا لي وينكم واش تعملوا سافا اللي تحبوا انتم، شخالكم في الفيديو اللي نعمل فيهم باللونجلي، عجبوكم؟ ابين شويه sick I have a cold كيما تسمعوا صوتي سافا با but I'm been getting better. اول حاجه نحب نحكي فيها كيما تعرفوا a lot of things happened in the last 3 months في حياتي، بداو بحاجات خايبين اما طلعوا يسري 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 فتقوا. هذيك اول حاجه نحب نحكي عليها. فريمون فريمون بعد ساعات كل اللي تصير لك اخيب حاجه في حياتك، فريمون وصلت لاتعس نيفو اتعس نيفو وصلت له في عمري الكل. بعد تو خلاش عندي 3 شهور ونص، الحمد لله الحمد لله الحمد لله، قاعده نعمل في حاجات نحبهم على الاخر، وحياتي جديده عندي تفتق تفتق على الاخر. باش نحكي لكم شنو نعمل انا تويكا في السويد، نخدم كوم انجينيور. هيك نهار غزرت هكا يمين ويسار، قلت زح معناتها هذا الحلم نتاعي، معناتها هذه الحاجه اللي نحلم بها، هذا الطموح نتاعي. وكي تلقى روحك معناتها في الطموح نتاعك وفي الحلم نتاعك وتتذكر علاش كل شيء صار، تتذكر اللي تعرف واش حياتك تفتق زح، معناتها ديما ديما ربي ياخولك حاجه خايبه يعطيك حاجه باهيه، راهو وماكس شراها متلول، راهو معناتها خاطر ملول تقول زح علاش يصير هذا، من بعد تشوف معناتها كيفاش everything works out it's amazing. عملت دي زابليكاسيون بيان سور وبرشا برشا برشا شركات عجبهم البروفيل بتاعي، وديجا خديت خدمة أخرى وقتها نعمل دي زيليكوبتر و أعتقد نوع على خاطر هذه حاجة يصير تفتح أكثر. عندي شوية مشاريع left and right، عندي planning باش نعمل a lot of traveling تونس جو كخوا با، يمكن أو مافار أنا والجو، أما منعرفش خاطر عندي برشا حاجات جدد، عندي دي بروجي زادا في ليزيتازيني so excited for that. هيك اللي تعرف هيك اللي I have so many exciting projects وقاعدة نتعرف على برشا برشا عباد واصلين وعباد في المنتل ليفل متاعي وعباد ذكيين على الاخر وقاعدة نتطور على الاخر. الجمعة اللي فاتت مشيت الدافالك ما حليها حاسيلو حاوستو، شفت برشا حاجات جدد، منعرفش نحس حياتي تعمل just going upwards وشفت حاجة معناتها اقسم بالله اقسم بالله نعمل العبد الناجح والعبد الولد عائلة، ديما المواقف متاع الحياة يوريوك الاوثنتيسيتي متاعو. ونحكي مع انت عبد ناجح، شفت حتى الدنيا كل تخرب عليه وكل شيء من حاجات عبد اخر عمله لك، تعرف قال لي الدنيا تدور تدور باش تعطيك حاجة ما خير. والعبد الفاشل قد ما عندك حاجات باهين، قد ما ربي يعطيك حاجات باهين تبلبزهم وتفسدهم وتخرب حياتك بيدك. والله حزيلي دي حاجة مش نورمال. طيب يا نحب نقولكم هو انه شد كي تصير حاجة هكا ومشكلة كبيرة وحزيلي وكل شيء، instead of fighting the old ميعوض ما تقعد تعارك في الحاجات القدمة اللي صار الكل، focus all your energy انرجي اللي عندك الكل، ركز باش تبني جديد. القديم قديم سي بون، حتى صار البارح ما عندها حاجه ما تنفعكش طايش، فهمت؟ وركز الانرجي اللي عندك الكل باش تبني حاجه جديده، ابني روحك ابني حياتك طموحك، شوف شنو اللي يصلح بيك. وهذه اكثر حاجه اكثر حاجه عاونتني، this kind of mentality this kind of thinking، خاطر under no circumstances under no circumstances do you have to believe اللي انت لازم تعيش في حاجات خايبين صاروا لك، على خاطر الماضي ماضي سكر وطيش. انت ديما تبني حياتك وقت ما تحب، انت عندك الفرصه باش تبني الحاجات اللي تحب تعيشهم
انتي the creator of your beautiful story. So to you guys, كنت تحبوني نكمل نعمل دي فيديو بالعربي قولوا لي. حاسه لو كنت تعطوني اكثر من 2000 فيوز في الشهر هذا في الفيديو هذا باش نكمل بالعربي. So now I'm gonna go back to English. بتدلل عليكم راهو. I'm happy, I'm excited. الحمد لله كأني عايشة حاجات عندي برشا نحلم بيهم وربي served them for me in a golden plate and I couldn't have asked for more. And yeah, thank you guys for watching. شلون عجبكم الفيديو؟ قولوا لي انتم شنو هما الحاجات اللي انتم صاروا لكم خايبين وشنو هما الحاجات اللي باهيين خرجوا منهم. Thank you guys for watching. Bye bye.